مرحبا بنات، يارب تكونوا بخير وصحة وسلامة. فيديو اليوم بنشتغلوا الطينة الجميلة هذه، مناسب الأجواء الخريفية، وجي ديكور نستخدمه في مكاتبنا أو وين ما نحبه. طبعا أنا اشتغلتها بنات بالتريكو، طبعا استخدمت إبرة دائرية رقم 4، هنا هذه 60 سنتيمتر باش تكون مريحة، وعندي هذا عود القرفة ونحتاج لمقص، وطبعا الخيط. طبعا انا بنختار هنا خيط هذا قريب للالوان اليقطينة، والخيط هذا بنربط به اليقطينة من فوق. تمام، يلا بنات. طبعا البنات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. طب بنات نبدأ على بركة الله. طبعا انا بنات استخدمت ابر نت برو، طبعا ابر المانية درجة اولى مصنوعة من الالومنيوم. طبعا بنات توا بنشتغل الغرز. طبعا يا بنات باش نشتغل، طبعا نشتغلها بشكل دائري. العدد الغرز حيكون مضاعفات رقم 8، بحيث اني انا بعدين بنقسمهم الى 8 اجزاء. ناخذ طبعا الخيط، ماذا بيه يكون طبعا كيف نحسبه الخيط، ناخذ الطرف هذا ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذو 10 لفات. نجي ندير هنا هذا يتسمى 10 20 30 40، الشكل هذا هيك اللفة هذه هيك 50. خلاص نشد الخيط من هنا وبناخذ حسبنا المساحة، وهنا بنشتغل 56 غرزة في الدرب التحضيري هذا. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب بنات انا هنا اشتغلت 56 غرزة وزدت غرزة هذه اللي بنوصل بها الدائرة. طبعا بنجي انا بنقسم الغرز بالشكل هذا، بنجي نحطهم هيك، وبعدين ناخذ هيك الخيط هذا من الداخل بنطلعه هيك، ونجي من الجهة هذه حتى هي بالشكل هذا بتطلع، مش نقدر طبعا البنات. هنا خليت خيط بالزايد انا بعدين بنخيطه. طبعا بنات انا هنا درت الغرز مقابلات بعضهم بالشكل هذا، ولازم يكونوا هيك مقابلات بعضكم من الامام، يعني شوفوا من الخلف هنا بيكون شكل، لا مش هيك، بيكون هنا من الامام بالشكل هذا. ونجي بنشد الخيط، طبعا لازم تاكدوا انه مش الطرف الخيط هذا. هنجي ناخذ الغرزه هذه اللي في يدي اليسار، ناخذها في الإبرة اللي في يدي اليمين بالشكل هذا، وبناخذ الغرزة اللي هنا اللي بعدها هناخذ نرفعها بالشكل هذا، وصبعي بيشد الغرزة هذه الأولى اللي حطناها. طبعا بنزيد ندير الغرز، هناخذ وحنطلعها بالشكل هذا يا بنات، وبعدين بنشد الخيط من تحت بح. بعدين هذه حندخل ردها، طبعا هذه الغرزة اللي هنا الأولى هرجعها للإبرة اللي في يدي اليسار بالشكل هذا طبعا. وبعدين أول هذه حيبدأ بداية السطر، هنشتغل 7 غرزة أمامية اللي هي 7 بيرل، يعني 3 4 5 6 7،
هذه 7 غرز أمامية هي بيرل، وبعدين حنشتغل غرزة خلفية. هذا هو المضاعفات اللي قلت لكم عليها، مضاعفات الرقم 8. طيب أنا تاني هنا بنكمل، هنشتغل بعدها نفس النمط هذا اللي هي 7 غرز أمامية. 1 2 3 4 5 6 7 هي 7 غرز أمامية اللي هي نت ستيتش، وواحدة غرزة خلفية اللي هي بيرل ستيتش. طبعا يا بنات بنشتغل بالكيفية هذه لين نكمل السطر أو نهاية الدائرة اللي عندي، نوصل لنهاية السطر. طبعا هلأ أول السطر هذا هيكون مضغوط شوي، بنجوم نعاود نفس الشيء. 1 2 3 4 5 6 7 هذه آخر واحدة اللي هي بتكون غرزة خلفية بالشكل هذا. طبعا هنا وصلنا لنهاية السطر بالشكل هذا. طبعا هنا بنات احنا اشتغلنا السطر الأول. طبعا بنات نبدأ في السطر الثاني، طبعا نشتغله بنفس الشكل اللي هو 7 غرزة أمامية، وبعدين غرزة واحدة غرزة خلفية، 7 غرز أمامية، واحدة غرزة خلفية، يعني 7 نت واحد بيرو. نشتغله بالشكل هذا يعني حسب الظهر، نت نت برو برو. عندي هذه الأولى، عندي أول غرزة أمامية، 2 3 4 5 6 7. طب هنا عندي غرزة خلفية، هنشتغل هنا غرزة خلفية، هنا هنشتغل بعدين 7 غرز أمامية بالشكل هذا. بعدين هنا عندي غرزة خلفية، هنشتغل غرزة خلفية بالشكل هذا. هنشبك هنا، بعدين نشوف هنا من قبل، هنقسم الشغل بالشكل هذا. نجيب خيطي بنفس الكيفية، عندي نشد الخيط شوي هنا باش ما يبداش عندي فراغ. 2 3 4 هنا عندي 5 6 بعدين هنا عندي 7 نت. نشتغلو حسب الظهر، وبعدين هنا عندنا غرزة خلفية، حنشتغل غرزة خلفية. يعني هي الباترون تاعها سهل وبسيط. عندي في البداية هي الدرب التحضيري، والسطر الأول بنركز، وبعدين هنكمل شغلي بكل سهولة. يعني حسب الظهر، نت نت بيرل بيرل، هذه آخر واحدة بيرل. غرزة أمامية غرزة أمامية، شوفها الغرزة خلفية، هنشتغلها غرزة خلفية. سهلة جدا جدا جدا. هنا بدنا نشد شوي هيك، لكن لازم تحطوا يدكم هنا في البداية خير ما يفلتوا الغرز. بعدين هنا لما بنشتغل بنشد شوي وندخل الإبرة بالشكل هذا، بعدين بنشد. عندي 3 4 5 6 7
هنا عندي غرزة خلفية، هنشتغلها غرزة خلفية بالشكل هذا ونكمل لنهاية السطر يا بنات. هنا عندي طبي غرزتين اللي هما أماميات، وبعدين تلاتة، وهني آخر واحدة اللي هي غرزة خلفية. شفتوا طبعا يا بنات جينا هنا في أول الصفة، شفتوا يا بنات توا شوفوا ها هادم هيك بيكون الباترون بالشكل هذا. يعني هنا عندي بن بن بنكرره اللي هو السطر الاول اللي هو 7 غرز امامية وواحدة خلفية اللي هي 7 نت واحدة بيرل. طبعا هذا الصف الاول هنشتغله منه 32 صف، 32 صف طبعا بتشتغلوهم يا بنات بيطلعونا ممكن في 11 سنتيمتر. طبعا بنات انا نشتغلهم ونرجع لكم. طبعا بنات انا هنا اشتغلت 32 سطر، وقستهم بالمسطرة طلعوا لي 12 سنتي. طبعا هنا يا بنات انا بنقفل الشغل هذا خلاص، هنجي بندخل الابرة بالشكل هذا، هنشتغل اول واحدة هنشتغلها اللي هي غرزة امامية، اللي بعدها هنشتغلها غرزة امامية، وبعدين بنجي ناخد الثانية، ناخد الغرزة بالشكل هذا بنرفعها ونطلعها من الغرزة الاولى. طبعا بنشتغل اللي بعدها اللي هي غرزة امامية ونجي للثانية هذه هناخدها فوق هيك وحناخدها وبعدين ننزلها نرفعها من الغرزة الثانية نطلعها بالشكل هذا، بالشكل هذا الثانية نرفعها فوقها بالشكل هذا. نشتغل هذا هو القفل، نقفل جميع الغرز. نجي هنا نقطع الخيط بالشكل هذا ونجيب نجيب إبرة تنظيف ندخلها، طبعا بنسكر هيك بعدين بنجي بنسكر بالشكل هذا. بناخد الاطراف طبعا هذه لا اللي بعدها الاطراف تبع الفيات هذه، ناخد بالشكل هذا واحده بعد واحده. الطرف من هنا بيه بنات هنا من تحت حتى هي بنسكرها.
هي بنفس الكيفية، ناخد واحدة بعد واحدة. شوفوا بالشكل هذا، وهنا بنات بنشده كويس، بنشده لين تتسكر بالشكل هذا. هنخيطها، نحاول تكون شد محكمة. هندور على الغرز بالشكل هذا، بندخل الغرز نفسها هنا، شفتوا بالشكل هذا. وهنشد، هنعمل هنا يا عقدة، هذه واحدة وهذه اثنين بالشكل هذا. هذه ثلاثة بالشكل هذا، تمام. شو بنقصوا الخيط بح. توا بنجو هيكي بالشكل هذا، بنحشو اليقطينة تبعنا، قبل ما نسكرها بالشكل هذا. حاولوا انها تكون جميع الاماكن تبقى بنجوب نسكره، انها تكون مليانة بشكل بنفس الشيء. يعني ها نطفها بنفس جهة الوجه هنا، ناقصة شوي. حاولوا تركزوا انها يكونوا ما تكونش يابسة هلبة، اهم حاجة انه يكون، شوف لما تشدوا يكون نفس نفس الارتفاع ونفس الحشو، تكونش واحدة مليانة وواحدة فاضية، يعني جهة مليانة وجهة فاضية. تو نزيدوا في الجهة هذه شوية، نحاول نشد هيك. ايوه الجهة هذه بنزيد شوي، نحاول نسكر. طبعا انا عندي هذه بتاع الواحد، نحطها في داخلها. طيب بنات هنا انا نشحط كويس بالشكل هذا، باهي بنسكر الفتحة هذه. وبعدين بناخد، شفتوا هذا الغرز الخلفية هذه، هناخد هنا نجو هنا، هناخد الخيط بالشكل هذا. طيب بنات هنا بنشد الخيط بالشكل هذا هيك، بنشده. هنجي هنا على الغرزة هذه اشتغلناها بتاع البير، وبنجي بالطريقة هذه، هنشد هندخل الإبرة هنا بالشكل هذا ونطلعها من فوق. اوكي نشحط نشد بالشكل هذا. طبعا شدينا هذه اول جهة، بعدين نجو للجهة اللي مقابلتها حتى هي هيك نديرولها.
هي نفس الشيء هنا، وبي نطلعها من المنتصف. وبنشد شد شوي، بعدين بنجي لهنا. هذا كل البرل الغرز الخلفية اللي اشتغلناها هي اللي بي نديروا فيها هذه التناية بتاع دخل الإبرة هنا. بحيث ان هذا نشتغله اللي نطلعوه من جهة اللي من قبلاته، بنشد الخيط احنا نديره في المنتصف. ايوه بنشد الخيط بالشكل هذا، وحنجيه بالشكل هذا هيك. الشيء هذه بعدين شوفوا نطلع الإبرة في الجهة اللي مقابلتها بالشكل هذا، يعني هذا مقابلة هذا، ندخله وبنشد الخيط بالشكل هذا، وبعدين هنجي لهنا ونطلعه من جهة اللي ما فيهاش خيط، وبنشد هنجي هنا شو الشهادي. زي ما قلت لكم بنات الخيط اللي بنديره هذه لازم يكون فيه مقابلة، هذي بنشد ونكون شادة شوي، وبعدين بناخذ بالشكل هذا هيك. طبعا نبي نحاول نحا هلا مضايقتني شوي، بعدين طلصقاها بالشكل هذا. شوفوا يا بنات، بناتنا هنا نبي نشد الخيط بالشكل هذا. طبعا بنات شوفوا هنا تقسمت معاي اليقطينة توا، الخيط هذا اللي شدته ها نربطه، او نروح هنعمل عقدة هنا، هنشتغل عقدة بالشكل هذا، هنربط الخيط وحنثبته. وبعدين هنطلع من الخلف بالشكل هذا، حنحط ال طبعا هيك بنات كملنا الطبقة بتاعنا اللي هي اليقطينتنا. نحاول ندير لها هيك شوية، نخليها هيك منفوخة. طبعا هذه العود القرفة حنكسر منها شوي، كسر منها وحندير له السيليكون ونثبته بالسيليكون بالشكل هذا هنا. حطيت الخيط هذا،
رايكم يا بنات في الكوبري الجميلة هذه؟ هيك يا بنات ان شاء الله يقضي ناتي نال واعجابكم. طبعا الحجم تقدروا تحكموا فيه زي ما انتم تبوا. تنسونيش بنات باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله نتلاقوا فيديو جديد. مع السلامة.